بسم الله والحمد لله والله أكبر كبير. إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يتوقعون هذا اللقاء لأنهم يكفرون به. هي كان فرد حاجة مش تتوقع أنت فرد فقدها لو فيها عندك أنت مش موجودة، ولكن اللي يحكم بالحق هو الله مش أنت ولا أنا. الله يخاطبنا، الله منبهنا، الله يعلمنا بحالكم السيئة. أنا طغيت وبرطعت ونقلت من الشرق إلى الغرب يا أبواب حرام وبغية جنس حرام وبغية كما تقول نشر أباطيل اللي استعملها أهل الحرام وأهل السلطان الجائر. نعود إن شاء الله.